السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده حصريه على قناتنا بتاريخ 4 يونيو مواليد برج الثور. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. مواليد برج الثور، يلا انزلوا باللايك الحلو وبالتعليق الجميل، واكتبوا لي في الكومنتات الدعاء بتاع سيدنا يونس اللي قاله لما كان في بطن الحوت، ربنا نجاه وخرجه من بطن الحوت، وان شاء الله باذن الله ربنا يخرجك من الضيق والخنقه واي طاقه مؤثره عليك. قراءتنا هتكون قويه جدا لمواليد برج الثور بالملح الروحاني، فياريت تركز معايا كويس جدا في قراءتك، واللي ينطبق عليك انزل قولهولي في الكومنتات، وبإذن الله ما ينطبقش عليه غير الجزء الجميل. بسم الله، يلا بينا نشوف مع بعض أخبار برج الثور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب، انت الفترة دي عندك خبر متعلق بأموال أو بكلام أو بخص حياة المهنية. انتوا بقالكم فترة عمالين تعفروا، البعض منكم في غربة، 99% منكم في غربة، او ممكن هو في غربة شغل، او انت في غربة شغل، او انتوا في غربة في وسط اهل، الله اعلم، لكن انتوا حاسين دايما احساس الغربة. عندكم طاقة ايجابية، والطاقة الايجابية دي هتديكم دفعة لقدام، لان الوضع بتاعكم بدأ واحدة واحدة يتحسن. عندكم مبلغ من المال، مبلغ من المال ده هتمسكوه في ايدكم وهتحققوا نجاح كبير جدا. البعض منكم عندكم حتة ارض هتبنوها، عندكم شراء شقة جديدة، عندكم امور منطلقة الفترة دي. الوضع العاطفي في تقلب المزاج دايما، حصل فشكلة او انفصال عن خطوبة او عن علاقة ارتباط، الله اعلم. عندكم علاقة تخص ابراج نارية، في حد انتوا بتحبوه من ابراج من نارية، لكن الوضع متقلب والوضع مش مريحكم خالص، فياريت تهدوا اعصابكم الفترة دي خالص، لان الشريك بيحبكم جدا، بس في طرف ثالث متدخل عمال ينقلب المواضيع عندكم، في اعصابكم لازم تكون هادية خالص. في كمان بسم الله ما شاء الله عليكم وضوح في اكتر من حاجة، في ارض بيتكم في فرحة، في أرض بيتكم في طاقة جديدة، أو في فرحة، أو في خطوبة، أو زواج، أو استقرار، أو أنتوا راجعين من غربة. النور هيمتلي حياتكم، أنتوا الفترة دي لازم تكونوا في أكتر من الوضع اللي بالضحك الهزار الفرحة، لأن الوضع اللي أنتوا فيه ما بيحكمش عليكم غير بالضحك والفرحة، ولو أنتوا حاسين بالحزن فأنتوا اللي عاملين في نفسكم كده. لازم تهدوا اعصابكم تكون هادية خالص، لان الوضع باذن الله هيبقى فيه تحسن. عندكم خير، الخير ده حلو قوي، يعني انتوا مستنيين خير في امور مستجدة، فاعصابكم لازم زي ما قلت تكون هادية. انتوا اديتوا ناس كتيرة جدا من خير ومفيش حد تمر فيها، انتظرتوا حاجات كتيرة جدا بفارغ الصبر، والناس اللي انت كرمتها واديتهم او انت اديتيهم ما تمرش فيهم، محدش ساعدكم من اتجاهكم، فعندكم طاقة ايجابية وخير قادم، ربنا واقف معاكم وهينصركم على من عداكم. لو انتوا عندكم دخول محكمة او ورق سفر او ورق يخصكم هيبقى في نجاح حلو وفي ازدهار. انتوا ممكن تكونوا بتعانوا حاليا ومش مصدقين اللي بيحصل، لكن في امور مستجدة حلوة. العين مأثرة عليكم، العين اللي مأثرة عليكم دي عاملة لكم تراجع ووقف حال، في امور هتلعب معاكم الفترة دي، هتقفوا على رجلكم، هتقفوا وعلى ارض صلبة، لان انتوا قد ايه تعبتوا في حياتكم، فحان الوقت ان انتوا خلاص تشوفوا حياتكم ماشية ازاي. انتوا جبتوا اخركم في علاقة او جبتوا اخركم في امور، عرفتوا حد كذاب، عرفتوا حد كان بيلعب على الطرفين وخدتوا قرار منحسم الفترة دي. انتوا عندكم كلام هتسمعوه من طرف تاني، او داخلين في علاقة عاطفية جديدة، او في حب او علاقة او حاجة تخص الحياة العاطفية هترجع لكم،
الله اعلم، في حب متجدد عندكم بشكل كبير جدا، فالحياة العاطفية للمنفصلين وللعزاب وللكل في امور هيبقى فيها تحسن. الوضع العاطفي حاليا مفتوح قوي قدامكم. الوضع المهني زي ما قلت انه هيبقى فيه تحسن، بس الحسد الشديد مخليكم في تراجع شديد. عليكم عين قوية، والعين القوية هي اللي مفتوحة عليكم وعلى حياتكم، على أموالكم وعلى رزقكم كله. بتدفعوا تمن اشخاص لحياتكم، يعني بتدفعوا تمن حاجات انتم ما عملتوهاش، يعني ممكن تكونوا بتدفعوا تمن غلطة، او بتدفعوا تمن حب حبيتوه لحد وما تمرش او ما صانش الحب ده، رغم التعب اللي انتم فيه حاليا من اوضاع مش عارفين يعني تتخلصوا منها، لكن هيكون في امور مستجدة. الفترة دي عندكم نشاط، عندكم حيوية، عندكم طاقة، عندكم ازدهار، بس الوضع بتاعكم مضايقكم شوية. الفترة دي هيبقى فيه تغير حلو، وهيبقى فيه أمر حلو جدا ليكم، نجاح، فرحة، ازدهار، طاقة، أمور حلوة جدا جدا هتفرحكم، لأن الخوف اللي في حياتكم ده ممتلك قوي في كل الأشياء اللي ليكم. في حاجة هتتحقق عندكم، الحاجة اللي هتتحقق دي هتكون خير، لإما انتوا ناويين على سفر، لإما حد هتشوفوه في سفر، لإما في رجوع لغربة، وهيبقى في كلام كتير جدا هيتقال بينكم، في موضوع فلوس شغلكم، أو في حد دايما من الأصدقاء ليكم حاطط عينه على فلوسكم ودايما بيقول إن انتوا معاكم فلوس وانتوا ما بتحبوش الطريقة دي، في حد عندكم بيلعب على الأطراف في حياتكم، فخلوا بالكم شوية. انتبهوا كويس جدا، او خلوا بالكم كويس جدا من نفسكم، لان حياتكم مش سهلة زي ما انتوا فاكرين. عندكم عزيمة وقوة وازدهار، وعندكم مواجهة مع الشخص ده هتاخدوا حقكم منه، عشان هتعرفوا ان هو كذاب وان هو بيلعب على كل الاطراف وظالمكم. في حد توفى عندكم، او في حد يعني فارق الحياة عندكم، الحد ده انتوا زعلانين عليه قوي ومتضايقين قوي ان هو بعد عنكم، فان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه هيبقى فيه تقدم وهيبقى فيه خير، بس خلوا بالكم من نفسكم. في كمان خير جاي عن طريق واحده ست، الست اللي جاي لكم من وراها خير دي حاليا بالها مشغول بيكم، او في تفكير اتجاهكم. في كمان صلح، الصلح ده بينكم ما بين الشريك، لإما رجوع، لإما تغيير، لإما أمور مستجدة، لإما كلام هيتقال، لإما أمور هتبقى واضحة. الله أعلم، أموركم هتكون واضحة أوي الفترة دي مع الشريك. طيب، في ست وبنتها، الست وبنتها دي لو طالوا يولعوا فيكم هيولعوا غيرة وحقد واتجاهكم بشكل كبير جدا. الست دي عمالة تلف وتدور عليكم، او تلف وتدور علشان عايزة توصل لحاجة معينة، فياريت تخلوا بالكم، لان انتوا طيبة قلبكم مخلياكم مش شايفين اعدائكم قوي، يعني او مش واضحين قدامكم قوي، لكن باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى الوضوح اللي قدامكم انتوا مش هتصدقوا، وعشان كده انتوا دايما بتكونوا في صدمات عندكم، او في صدمه حاليا، في صدمه مأثره عليكم، او في حد بيتكلم عليكم وانتوا مش متخيلين قد ايه الشخص ده مش كويس، قد ايه الشخص ده سلبي، قد ايه الشخص ده هو كده. كمان في حاجه مسببه لكم نفور بينكم ما بين اللي انتوا بتحبوهم، عيونكم مليانة دموع ومليانة حزن، وعايزين تفضوا الدموع دي، عايزين تترموا في حضن حد يكون طيب، يكون يحتويكم، يكون بيحبكم بجد، ما يكونش بيلعب عليكم. فالفترة دي انتوا عايزين دعم معنوي، دعم عاطفي، محتاجين تقفوا، محتاجين حد يساعدكم، محتاجين حد يكلمكم،
الفترة دي انتوا حاليا عندكم شخص هيطلب منكم مساعدة، والحد ده هيكون قريب ليكم. طيب انتوا هتتعرفوا على حد عن طريق سفر او عن طريق مكالمة او عن طريق حاجة الله اعلم. الشخص ده هتتكلموا معاه وهترتاحوا له جدا، وهيكون راحة نفسية ليكم قوي والاموركم، وهيبدأ يساعدكم في اوراق هتخلص، في كلام هيحسن من طاقتكم الله اعلم. فياريت تخلوا بالكم. عندكم علاقة يعني ممكن تكون مختلفة جنسيا، مختلفة بلد، مختلفة حاجة، في امور عندكم. في حد كمان متعدد العلاقات عندكم، الحد المتعدد العلاقات ده انتوا بتحاولوا تبعدوا عنه، لان حاسين قد ايه ان انتوا مش ممكن ترتاحوا معاه، او مش عارفين ايه اللي مستخبي بعد كده. الصحة عندكم تعباكم شوية، خدوا علاجكم، خدوا اموركم. عندكم واحدة ست، الست دي كبيرة في السن، يعني هي فوق 50 سنة. الست دي تعبانة من اكتر من حاجة، ممكن يكون عندها القولون، عندها غدة، عندها تعب في حياتها، وانتوا زعلانين جدا عليها، يعني بتحبوها انتوا حب ما تقدروش توصفوه، وهي تعبانة تعب جسدي، وانتوا بتحاولوا تدعوا ربنا ان ربنا يشفيها. الفترة دي انتوا عايزين توصلوا لحاجة، والحاجة اللي عايزين توصلوها دي هتكون خير ليكم. في حد انتوا بتدعوا عليه لانه هو ظلمكم وكسر بقلبكم في مرة من في فترة من الفترات، لكن انتوا طاقتكم روحانية وفيها حاجات كتيرة جدا ايجابية. كمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم نصرة حلوة، وهيكون وراها انفراجات، في خبر هيفرحكم وهيخلي عندكم شهرة، نجاح، تقدم، ازدهار حلو، حاجة حلوة جدا. في مشروع انتوا بتفكروا فيه، مشروع جديد او فرصة جديدة او في ابداع على حياتكم. اي نعم انتوا حاليا مش قادرين ترتاحوا شوية من كتر التفكير اللي عليكم، لكن في امر متعلق باشتياق ولهفة ليكم، في تواصل مع حد الفترة دي، وهتبقوا مستنيين التواصل ده من زمان، في اعجاب وفي تبادل او في ظهور شخص ليكم، وهيبقى في كلام رومانسي وفي حياة من الحب. انتوا هنا مستنيين اي حاجة تفرحكم، مستنيين اي حاجة تديكم طاقة ايجابية، في هدية من حد او انتوا مستنيين هدية من حد، في موضوع هدايا عندكم الفترة دي، او انتوا جات لكم هدية بسطتكم قوي. كمان في مكالمة غايب عندكم، او في حد هيكلمكم، لان انتوا في خطوة هتاخدوها الفترة دي، وزي ما قلت في خطوبة هتتم او حاجة بمنصب حل. كمان انتوا هنا على يقين ان في نهاية انتوا هترتاحوا منها قريب جدا جدا، هتمشي كل حاجة زي ما انتم عايزين. اولا انقلاب السحر على الساحر، ودي هتكون خطوة ليكم جديدة، لان هيكون في عتبة هتتغير براحة، في خسارة كمان لحد عندكم، او في حد هيخسر وهترتاح. مش انتوا ما بتحبوش الشماتة بس، لكن هتعرفوا ان ربنا كان كريم عليكم. طيب انتوا تعشمتوا في حد، والحد اللي تعشمتوا فيه ده ظلمكم قوي، وزعلتوا في يوم من الايام اني عشمتوا في يوم من الايام عشم زيادة وزعلتوا نفسيا، فياريت اعصابكم تكون هاديه. العلاقه اللي بينكم ما بين حد وفي خلافات ومشاكل وزعل، العلاقه هترجع من تاني، وهيبقى فيه امور حلوه جدا جدا، لان حياتكم هيبقى فيها تحسن. كمان انتوا وقفتوا باب ان حد يدخل في حياتكم تاني، وباب حد يعني يفتح معاكم مواضيع وحد يتكلم معاكم، خلاص بدأتوا تحسوا ان انتوا متراقبين، وعشان انتوا حاسين ان انتوا متراقبين بدأتوا تنفروا، ما بقيتوش تعدوا،
ما بقيتوش تتكلموا، بدأتوا تخبوا، بدأتوا تداروا، بدأتوا تبعدوا عن أي حد ممكن يفكر في يوم من الأيام يأذيكم. فالوضع اللي انتوا فيه بسم الله ما شاء الله عليكم في تحسن وفي ازدهار وفي ثقة بالنفس، والثقة اللي بالنفس دي خير ليكم وازدهار نفسي وجسدي وراحة حلوة. فكمان معلوماتكم اللي في دماغكم اللي عمالة تشتغل ليكم دي بتوديكم لبر جديد، بس اهدوا شوية عن التفكير. التفكير الزايد بيخلي حياتكم تعبانة شوية، وعشان كده انتوا الوضع اللي انتوا فيه دايما اقول ان هو وضع حساس، وضع فيه لخبطة، وضع فيه عدم استقرار بحياتكم النفسية والجسدية. بس ما تعرفوش ان يعني انتوا عارفين ومتأكدين ان كل نهاية بتبقى بداية لحاجة تانية، بتبقى بداية لطاقة جديدة، لأمور مختلفة، لأمور مستجدة على جميع الأوضاع بتاعتكم. فدايما أقول أعصابكم طول ما هي هادية طول ما هيبقى فيه خير ليكم وإزدهار. انتوا رميتوا، وطول ما رميتوا حياتكم هيبقى فيه خير خلال كام يوم بالظبط. هيبقى فيه خبرين، الخبرين متعلقين بأمور مستجدة ليكم، لأن عندكم حق هيرجع الفترة دي، والحق اللي هيرجع ده بسم الله ما شاء الله عليكم هيكون حق حلو قوي ليكم، وهيكون أخبار وانطلاقة جديدة متعلقة بالأوضاع بتاعتكم. بلاش القلق وبلاش الحيرة. غدر او طعنة او خذلان من ناس كانت او ناس بتغزل فيك او بتتكلم عليك من وراء ظهرك او بيحاولوا يأذوك من وراء ظهرك. اهدوا وهدوا اعصابكم، لان هيكون في مواجهة قوية جدا، والمواجهة اللي هتكون قوية دي هيبقى في امور مختلفة، وهيبقى في طاقات يعني انتوا مش عارفين تفسروا. فياريت انتوا هنا تكونوا حاسبين كل خطوة بتخطوها، لان خطواتكم هتكون محسوبة قوي الفترة دي. ليه بقى؟ لان انتوا يعني واقفين على بر الامان، وبر الامان ده ليكم انتوا راحة نفسية، وهيكون ليكم انتوا امور مختلفة. لما تيجي تدوا ادوا بالمعقول، لما تيجي تدوا احسبوا حياتكم بشكل ايجابي، لان انتوا لما بتدوا بتدوا من غير مقابل، وما تستنوش ما بتستنوش مقابل من حد، فانتوا عندكم رجوع حق وعندكم انتصار ومواجهة انتوا اللي هتكسبوها. قررتوا ان انتوا تحطوا نقط على حروف في حياتكم، لان انتوا سكتوا بدأتوا بقى تردوا، فالوضع اللي انتوا فيه ده وضعكم انتوا، حياتكم انتوا. فياريت اعصابكم تكون هادية وبلاش العصبية، لان العصبية بتتعبكم نفسيا. كمان انتوا خلال كام يوم بالظبط بالظبط هيبقى فيه مكالمة، ممكن يكون انتم مقدمين على شغل، على حاجة مقدمين عليها، فخلال كام يوم هتسمعوا كلام عنها. انتم قاعدين وممكن في اي وقت تعلنوا الحرب بتاعكم، او تعلنوا ان انتم تبعدوا عن ناس موجودة في حياتكم. بسم الله ما شاء الله عليكم، في نور في الضلمة اللي انتم ماشيين فيها. الضلمة اللي انتم ماشيين فيها دي طريق مفتوح قدامكم. انتم بسم الله ما شاء الله عليكم ربنا هينور طريقكم وهيحسن تفكيركم، لان الضلمة اللي انتم فيها حاليا دي هتنقلب لنور خلال فترة معينة. ليه بقى؟ علشان انتم استحملتوا كتير وعشتوا كتير واتألمتوا كتير، فحان الوقت ان ربنا بإذن الله يجازيكم خير عن كل حاجة انتم عملتوها.
فالوضع اللي انتوا فيه ده هو وضعكم انتوا، فاثبتوا وجودكم لان القمر هينور بيتكم الفترة دي، والكلام اللي هيتقال في الحياة العاطفية هيكون فيه تحسن وهيكون فيه خير. بسم الله ما شاء الله عليكم. خطوتين، اختيارين، موضوعين، طريقين، وهيبقى فيه تحسن حلو جدا. الاوضاع بتاعتكم على وشك ان هي تنتهي. ليه بقى؟ علشان خاطر الفلوس اللي هتمسكوها الفترة دي هيكون يعني مصدر دخل ليكم ومصدر سعادة. عندكم مولود جديد او انتوا بتحبوا الاطفال، في بنوتة، البنوتة دي انتوا بتحبوها جدا، اذا كانت بنتكم او بنت اختكم الله اعلم. فالبنوتة دي هتكون جميلة، هتكون يعني هيكون كده ليها ما شاء الله عليها، هيكون ليها طاقة ايجابية او هيكون ليها وضع حلو جدا. الامور هيبقى فيها تحسن لان انتوا قلبكم متعلق بالبنت دي او بتحبوها قوي البنت دي. ان شاء الله باذن الله البنت دي هتكون هتبقى منصب حلو قوي ليكم، وهيبقى فيه طاقات منطلقة للوضع بتاعكم. فخلوا بالكم لاني انتوا هنا العيون راشقة عليكم وراشقة على البنت دي، لان البنت دي جمالها مختلف، جمالها مش عارفين جمالها يبقى ازاي. او في امور عندكم الوضع بتاعكم مش مريحكم، فاموركم هيبقى فيها تحسن، في طاقة منطلقة، في امر هينقضي، في خطوة هتخطوها برجلكم اليمين الله اعلم، او في طاقة منطلقة فيبقى في خطوة. الامور عندكم هتبقى مستجدة على جميع الاوضاع لان انتوا رافعين ايديكم لله وبتقولوا يا رب احنا محتاجينك تقف جنبنا، يا رب احنا عايزينك تكون انت قادر على كل شيء وعارف ايه اللي بيحصل لنا وايه اللي في حياتنا. فياريت اعصابكم تكون هادية وتعرفوا حكم ربنا عليكم الفترة دي ازاي، او ايه اللي هيحصل، او ايه التقدم، او ايه الخير اللي ربنا هيكرمكم بيه من حيث لا تحتسب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، خير جاي لكم، والخير اللي جاي لكم ده بسم الله ما شاء الله عليه. مكالمة تليفون من طرف تاني الفترة دي، هيبقى فيه مكالمة تليفون بس اللي مفتوح حاليا هو الوضع العاطفي. الوضع العاطفي تحسن ثم تحسن ثم تحسن ثم تحسن، رجوع شريك، كلام مع الشريك، فرحة مع الشريك، حاجة تخص الشريك، في امور هتتخلوا عنها، في امور هتبعد عنكم، في امور كانت في يوم من الايام ظلماكم، ربنا هيكبر بخاطركم وهيفرحكم وهيعوضكم. جبر يتعجب له اهل السماء والارض، انتوا فقدتوا حاجات كتيرة جدا وما بصتوش ابدا على اللي وراكم، بتبصوا حاليا على اللي في ايدكم، فما تقلقوش خالص لان في اسم كتيرة جدا مفتوحة قدامكم. كمان في تعارف على جنسية مختلفة او على حد ليه منصب او على حد هيبقى ليكم علاقة بيه قوية، او هيبقى في امور عندكم. في كمان بلوك هينفك، والبلوك ده انتوا هتكونوا مبسوطين بيه. انتوا حاليا بتقولوا البلوك اتعمل وزعلانين وبتتكلموا كتير جدا، البلوك هيتفك باذن الله وهترجعوا، يبقى في امور عندكم. كمان انتوا في علاقة نهيتوها بعدم الاستقرار او بعدم الراحة في العلاقة دي، لاني ما حسيتوش ابدا باستقرار نفسي وقررتوا ان انتوا تبعدوا وتمشوا. في كمان حد هيخرج من حياتكم الفترة دي كان مسبب لكم في يوم من الايام اذى وتقلب المزاج، هتقولوا له وداع وهترموه لان فعلا جاب اخركم. فانتوا الفترة دي هتجيبوا ورقة وقلم وترجعوا تكتبوا ملخص حياتكم. كمان انتوا في حاجة لابسينها في ايدكم، ساعة، خاتم، او في علامة في جسمكم، في حاجة ليها قصة في ايدكم. فالفترة دي هيبقى في تحسن وان شاء الله باذن الله الاوضاع بتاعتكم تتبدل 180 درجة. في ضجة او في حاجة ضخمة او في حاجة انتم مستعجلين عليها الفترة دي، طول عمركم بتدوا وطول عمركم واقفين مع الناس اللي انتم بتحبوهم، فياريت تهدوا شوية
وتهدوا اعصابكم، لان انتم وضعكم حاليا ما فيهوش يعني ايه، ما فيهوش حاجه مريحاكم. فعشان كده خلال ايام معدوده هيكون الوضع بتاعكم في تحسن، وهيبقى في انطلاقات حلوه وازدهار نفسي، والتقدم اللي انتوا ناويين عليه ده خير ليكم، وده فرحه ايجابيه ليكم. فانتوا هنا ناويين على اكتر من حاجه، في حد عندكم غامض لدرجه ان انتوا مش قادرين تستحملوا الغموض بتاعه، او في شخصيه نرجسيه، لا اما بتحب العلاقات كتير، لا اما مفيش استقرار بينكم، لا اما مفيش ابدا راحه، وعشان كده انتوا مش ثابتين على حاجه اساسيه. المعلومات عندكم ربط احداث شديد، اموركم مع حد بتحاولوا يكون فيها استقرار، فيها راحه، الوضع بتاعكم حساس قوي، الوضع بتاعكم فيه خطوه ايجابيه، في طاقه منطلقه، في راحه من بعد ظلم نفسي ليكم، لان ربنا كريم عليكم قوي وبيحبكم فوق ما انتوا تتخيلوا. فاعصابكم لازم تكون هاديه، لازم تكون هاديه، والاستقرار النفسي لازم يكون مفتوح قوي. انتوا يعني الفتره دي هيبقى في استقرار جسدي، لان هتبداوا تاخدوا او تبداوا تهتموا بعلاجاتكم تاني، هتبداوا تهتموا بصحتكم قوي الفتره دي. لازم تقعدوا مع نفسكم وتعرفوا انتوا عايزين ايه، وفي شخص عامل صديق انتوا لازم تبعدوا عنه، لازم ما تتكلموش معاه، او لازم ما تفتحوش معاه مجال حتى للكلام، لان الشخص ده مش زي ما انتوا فاكرين، او مش زي ما انتوا رسمين له حياه في بالكم، هو متقلب المزاج، كلمه توديه وكلمه تجيبه، ومش حابب لكم الخير زي ما انتوا عارفين حاليا. انتوا زي الشمعه بالظبط، او انتوا عندكم طاقه لكل الناس اللي حواليكم زي الشمعه، بتولعوا للاشخاص اللي حواليكم نور، وبتديهم من خيرات ربنا، لكن لحد ما شمعتكم تخلص والطاقه بتاعتكم تخلص، مجرد ما الشمعه تخلص بتنطفي، وده بيكون الم انتوا تحملتوه من الاخرين. شمعتكم بتنطفي، بتبعدوا وبتنسحبوا وبتتغيروا 180 درجه، وييجوا يسالوكم مالكم، بتردوا بابسط كلمه، ردنا اللي احنا بنعمله رد على اللي انت بتعمله بقالكم مده وبقالكم سنين، استغلال وكسرة قلب وعدم استقرار. فحياتكم فيها تحسن، يعني هترقعوا لربنا ساجدين، وتعرفوا قد ايه ربنا بيحبكم. اتمنى لكم كل ما هو جميل، الراحة والسعادة والهنا والرزق. عجبتكم القراءة؟ انزلوا باللايك الجميل وبالتعليق الحلو. تحياتي ليكم.